من آلاف السنين بدأ الإنسان ينظر للسماء، طرح على نفسه الكثير من الأسئلة وحاول الوصول للإجابات. فضوله وسعيه لكشف المجهول خلاه يدور على أصل الأشياء، وتوقف عند سؤال مهم: ما هو أصل الكون وشو دورنا فيه؟ قصة الكون تمتد على مدى 13.8 مليار سنة، ولكن البشرية ما كانت تعرف هذه القصة إلا من فترة وجيزة من بعد ما راقبوا الكون. وفي البداية وضعوا سلسلة من الأساطير والخرافات، ولكن بعدها إجا دور العلم ليروي لنا قصة نشوء الكون. قبل 13.8 مليار سنة صار الانفجار العظيم من ذرة بدائية تحتوي على جميع المادة والطاقة. وفي اللحظات الأولى من الانفجار ارتفعت درجات الحرارة لعدة تريليونات، وتشكلت أجزاء الذرات، ومن هذه الأجزاء تشكلت ذرات الهيدروجين والهيليوم اللي شكلوا الغبار الكوني اللي هو السديم، ومنه نشأت المجرات والنجوم والكواكب اللي ليومنا هذا ما زالوا يتكونون. استمرت محاولة الإنسان لمعرفة المزيد عن الكون، ومن بينها محاولة العالم الشهير أدوين هابل اللي توصل في النصف الأول من القرن العشرين لفكرة توسع الكون، وأكد أن المجرات والنجوم من لحظة الانفجار العظيم ليومنا هذا تبتعد عن بعضها البعض. بسبب وسع الكون نحن ما نقدر نشوفه كله، لأن الضوء اللي جاي من المجرات والنجوم البعيدة يلزم لها وقت أن تعبر الفضاء وتوصل لنا. مثلا هناك على الأقل 100 مليار مجرة في الكون، كم تتوقعون نقدر نشوفهم بالعين المجردة؟ خمس مجرات نقدر نشوفهم بالعين المجردة. تخيلوا من أصل مئات المليارات من المجرات في الكون. ولكن السؤال اللي يطرح نفسه هو كيف تتكون هذه المجرات؟ يوم تشكل السديم تجمع على بعضه البعض بسبب الجاذبية، وصار فيه اندماج نووي بين ذرات الهيدروجين والهيليوم الموجود فيه، وهذا الاندماج شكل نجم وبعدها مجموعة نجوم، وهذه النجوم تجمعت مع بعضها البعض ضمن مجموعات تسمى المجرات. تقدرون في ليلة هادية بدون ضوء القمر أن تنظرون للسماء وتشوفون شريط ممتد ولامع في الفضاء. هذا مركز مجرتنا، مجرة درب التبانة اللي تكلم عنها القدماء في قصصهم وأساطيرهم. ولكن لمجرتنا اسم ثاني وهو الطريق اللبني أو بالإنجليزي الميلكي واي. ولكن ليش تم تسمية مجرتنا بهذه الأسماء؟ من قديم الزمان تمكن أهل الأرض من رؤية هذه المجرة ونجومها في الليالي الصافية. هذه النجوم تظهر وكأنها متلاصقة رغم بعد المسافة بينها، فتظهر بلون أبيض شكله مثل اللبن المتناثر، ولهذا السبب تم تسميتها بالطريق اللبني. أما عن اسم درب التبانة جاء من تشبيه عربي، يوم شافوا العرب أن التبن اللي كانت تحمل مواشيهم يوم كان يتساقط يظهر أثره على الأرض مثل أذرع المجرة. لكن ما قدر حد يعرف هذه المجموعة من النجوم ومواصفاتها قبل ما يصنع غاليليو غاليلي تلسكوبه الأول، ويكتشف أنها تتألف من عدد هائل من النجوم المنفصلة.
مجرتنا اللي نقدر نشوفها في الليالي الصافية في ركن من أركان الكون، وعلى أطرافها نجم متوسط اللمعان وهو شمسنا، اللي تشد بجاذبيتها كواكب وكويكبات ومذنبات مجموعتنا الشمسية، وفيها يقع كوكبنا موطننا الكوني اللي نشأنا على سطحه. حتى أوائل القرن العشرين كان الفلكيين يعتقدون أن مجرة درب التبانة هي الكون، ومع أن تلسكوباتهم شافت بقع ضبابية صغيرة متناثرة في السماء أطلقوا عليها اسم سحابة أو سديم، واعتقدوا أن هذه السدم كلها كانت جزء من مجرتنا. لكن يوم درسها العالم أدوين هابل وجد أنها تتألف من نجوم تجمعت مع بعضها البعض بسبب الجاذبية، يعني هذه السدم كانت مجرات خارج مجرتنا. ويوم قاس هابل سرعة المجرات في سنة 1929 لاحظ أن المجرات اللي أبعد عنه تصير بسرعة أكبر، وهذا كان عكس الاعتقاد اللي كان منتشر في هذاك اليوم، وهذا تم تسميته بقانون هابل. التلسكوبات ساعدت هابل أنه يوصل لنتائجه، ولكن تعرفون أن هناك شخص وصل لنفس الحقيقة قبل هابل وقبل وجود التلسكوبات؟ وعشان نعرف هذا الشخص خلونا نرجع للقرن العاشر، وتحديداً سنة 964 ميلادي. في سنة 964 كان العالم عبد الرحمن الصوفي المعروف بدقته في رصد النجوم يراقب السماء من مرصده في بغداد. لاحظ وجود شكل غريب في السماء أطلق عليه اسم لطخة سحابية، وكتب عن هذه السحابة في كتابه الكواكب الثابتة. وبعدها من الموقع والوصف تبين لنا أن ما رصده الصوفي كان مجرة أندروميدا. وأيضا قدر يرصد سحابة مجلان الكبرى والصغرى. الصوفي رصد النجوم وعدها وحدد أبعادها في السماء، ولاحظ نجوم جديدة. ثم رسم خريطة للسماء حسب فيها مواضع النجوم وحجامها ودرجة لمعان كل نجم، ووضع فهرس للنجوم لتصحيح أخطاء من سبقه. عمل هذا الفلك العظيم ما يقتصر على تعيين كثير من النجوم، بل صحح العديد من ملاحظات بطليموس اللي أخطأ فيها عن مواقع النجوم. يعني الكون يحتوي على مجرات كثيرة، ومجرتنا ما هي إلا جزء صغير من الكون الواسع. وبالرغم من أن مجرتنا متوسطة الحجم، تعرفون كم بياخذ لنا بس عشان نقطع مجرتنا؟ إذا المركبة الفضائية تسير بسرعة الضوء، يعني أكثر من مليار كيلومتر في الساعة، بتحتاج إلى 100,000 سنة لتسافر من طرف المجرة إلى طرفها الآخر. تصوروا 100,000 سنة، ونحن نتكلم لحد الآن عن مجرة واحدة في الكون فيها عدد هائل من النجوم يتراوح عددها بين 100 إلى 400 مليار نجم. يوم تسمعون هذا الرقم تشعرون بأن مجراتنا كبيرة، لكن يوم ننظر للكون الواسع اللي ما نعرف بالضبط عدد مجراته نقدر نتخيل حجمها الصغير في الكون. هذا بالنسبة للمجرة اللي مجموعتنا الشمسية جزء صغير منها، والأرض كوكب من بين كواكب هذه المجموعة. ويمكن عشان نعرف حجمنا في هذا الكون لازم نطلع خارج كوكبنا وننظر إليه من بعيد.